وحول ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية في العراق وشكوى تجار من الإتاوات المفروضة عليهم من قبل السيطرات، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر ثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بك معنا شيخ يحيى. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدة. أهلا بك شيخ يحيى. يعني بحسب الإحصائيات الدولية فإن الأسرة العراقية المتوسطة تنفق 37% من دخلها على الغذاء. السؤال هنا، هل يتحمل المواطن هذا الغلاء في ظل تآكل قيمة الدينار كما تعلم؟ حالة الغلاء على المواد الغذائية مستمرة منذ أن فقد المواطن العراقي البطاقة التموينية التي كانت أشبه بالمجانية قبل 2003، مما زاد من حالة العوز لدى الكثير من العوائل إلى أن وصلت نسبة الفقر في عام 2021 ما يقرب 43% من مجموع الشعب العراقي. ففي ظل ارتفاع هذه الأسعار تحاول كثير من العوائل ترك الكثير من الاحتياجات المهمة والبقاء على حالة الكفاف، بل وصل الحال بآلاف العوائل إنها تخلت عن دراسة أبنائها في الجامعات والمدارس من أجل أن تؤمن لأفرادها الأكل والعلاج في وقت يشهد الدينار العراقي التراجع أمام العملات العالمية. نعم، أيضا كيف ترى تعاطي الحكومة مع موجة الغلاء هذه، وهل ترى خطة واضحة لربما لمواجهتها؟ الحكومة تتخذ إجراءات فيسبوكية وقرارات على الورق لا تلامس حاجات الناس في وقت يشهد سوق النفط ارتفاع لأكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. ولا بد من التذكير أن الحكومة العراقية قبل 2003 لم تتعدى ميزانية العراق 10 مليارات دولار، وكانت تقدم أكثر من 22 مادة وبسعر مدعوم. وفي ظل حكومات الفساد بعد 2003 شهد العراق ميزانيات تجارية وصلت إلى 141 مليار دولار لم يحصل فيها الشعب على قوت يومه، بل وصلت حالة البؤس والفقر إلى أرقام قياسية لم يشهدها العراق أبدا عبر تاريخه. نعم، التجار يرجعون ابتزازهم من قبل الميليشيات وقوات الأمن في السيطرات وأخذ إتاوات منهم، يرجعونها كأحد أسباب ارتفاع الأسعار. يعني إذا كان الأمر كذلك فأين تقف الحكومة أيضا من هذه الأسباب؟ حالة الابتزاز في السيطرات أصبحت وكأنها رسمية، والتجار لا حول ولا قوة عندما يرون الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء تجاه هذه الميليشيات، وكأن هذه السيطرات قد تحولت إلى جمارك وتفرض أرقام معينة على كل نوع من البضاعة، وتذهب هذه الأتاوات إلى الميليشيات مما يتسبب بزيادة أسعار هذه السلع على حساب المواطن صاحب الدخل المحدود. أما الحكومة فهي في موقف المتفرج بل الساكت عن ما يجري من فرض أتاوات على هذه المواد. هذا الغلاء الذي يشكو منه لربما الغني قبل الفقير في العراق، برأيك إلى أي مدى يعني يمكن أن يحرك الشارع العراقي من جديد، لا سيما وهو يغلب الأساس من فساد شركاء العملية السياسية؟ الغلاء ناتج عن مشروع الفساد الكبير التي تمارسه دكاكين العملية السياسية الفاسدة التي أثرى شخوصها على حساب إفقار الشعب، وفرطوا بمقدرات العراق لصالح دول طامعة ما زالت تسعى لنهب العراق. وهذا سوف يحرك المواطن العراقي الذي هو ثار قبل سنين عديدة في ظل هذه الحكومات الفاسدة، لأن هذا المواطن لم يعتاد يوما على حالة البؤس الذي صنعها له الاحتلال الغاشم وأدواته العميلة التي سلطها على رقاب العراقيين وأحاطها بالميليشيات لحماية هؤلاء الفاسدين. الشارع العراقي اليوم أكثر وعيا بعد أن أسقط أقنعة الفاسدين الذين اتخذوا من الطائفية وسيلة لتحقيق أجندات الاحتلال للتسلط والهيمنة على القرار السيادي للعراق، مما جعل العراق على أيدي هؤلاء العملاء دولة فاشلة على كل المستويات
وبكل المقاييس. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ يحيى سنبل، شكرا جزيلا لك.